الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، اللهم نسألك يا رب العالمين أن تفقهنا في أمور ديننا ودنيانا، وأن تبارك لنا فيما أقمتنا فيه، وتقنعنا بما أقمتنا فيه، وتردينا بما أقمتنا فيه، وترحمنا بما أقمتنا فيه، وتختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. ارحمنا وارحم والدينا ومشايخنا وعلماءنا والمسلمين، وفرج الكرب عن المكروبين، وانصر الإسلام والمسلمين، وارحم المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة والتعليق على حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري بشرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمهم الله جميعا في فقه السادة الشافعية. ونحن اليوم نتكلم على أركان الخطبتين في الجمعة. خطبتي الجمعة ليهم 5 أركان إجمالا، 8 تفصيلا. 5 أركان إجمالا وثمانية تفصيلا، لأن في 3 أركان الأولانيين بيتكرروا في الخطبتين، اللي هو الحمد، حمد الله، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن تشتمل على آية من الآيات، والأمر بالتقوى. يبقى الحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والآل والصحاب، يعني الصلاة على النبي فقط، الآل والأصحاب سنة مش من الأركان، لكن يسنن يحطها معاه. وبعدين يأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى، وبعدين يقرأ آية من آيات القرآن تشتمل على آية، والدعاء للمؤمنين والمؤمنات، والدعاء للمؤمنين والمؤمنات في إحداهما. فهيتكلم هنا على أركان الخطبتين 5 أي إجمالا، وإلا فهي 8 تفصيلا لتكرر الثلاثة الأول فيهما. ولو سرد الخطيب الأركان أولا ثم أعادها مبسوطة كما اعتيد الآن، اعتد بما أتى به أولا وما أتى به ثانيا يعد تأكيدا، فلا يضر الفصل به وإن طال كما بحثه ابن قاسم. انت دلوقتي بتلاحظ ان الخطيب بيبتدي بالأركان مرة واحدة في خلال أقل من 3 دقائق يخلص، وبعدين يبتدي بعد كده يطول بقى ويفتح في أي موضوع. فالفصل ده اللي بين الأركان ده، لأن في خطبة تانية، لا يؤثر، لا يؤثر في الموالاة، لأن هو في نفس موضوعها، في نفس موضوعه. كما للخطيب يقول الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، يا أيها الناس اتقوا ربكم. يبقى أدي أمر بالتقوى، وصلى على النبي وعلى الآل وحمد الله، يبقى عمل كل حاجة. يا أيها الناس اتقوا ربكم، بعدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. أدي آية. لا، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بس، لكن الناس اعتادت يشهدوا الشهادتين، يعني تيمنا بالشهادة وذكر الله. قوله حمد الله تعالى ليه أول حاجة؟ حمد الله، أي ولو في ضمن آية، ولو في ضمن آية. ساعة يبتدي الخطيب يقول الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. لو قصد بهذه الآية حمد الله فقط انعقد، ولو قصد الآية فقط انعقد، ولو قصدهما معا ينعقد على الحمد بس، لأن لا يجوز أن يأتي بفرضين في فرد واحد.
واضح التفصيلة دي؟ سهلة. يبقى لو ذكر آية فيها حمد الله وقصد الحمد فقط أجزأ، قصد الآية فقط أجزأ، قصدهما معا انعقد على الحمد، ويبقى عليه بقى يجيب آية تاني، لأن احنا قايلين قراءة آية دي من أركان الخطبة برضه، خدت بالك؟ لأن لا يتأتى فرد إيه؟ بآية واحدة بلفظ، فردين بلفظ واحد، لا يتأتى فردين بلفظ واحد. أي ولو في ضمن آية كما في قوله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، حيث قصده فقط، يعني قصد الحمد فقط. فإن قصد قراءة الآية أو قصدهما معا أو أطلق كفت عن قراءة الآية، وإنما لم تكفي عنهما فيما لو قصدهما معا، لأن الشيء لا يؤدي به فرضان مقصودان. واضحة؟ فرضان مقصودان. ويجري هذا التفصيل فيما لو أتى بآية تتضمن الوصية بالتقوى، نفس الحكاية، جاب آية فيها الوصية بالتقوى وقصد بها الوصية بالتقوى مع كونها آية، الاثنين في واحد، يبقى برضو ايه؟ هتؤدي ركن واحد وليست تؤدي ركنان. ولو اتى بآيات تشتمل على الاركان ما عدا الصلاة اللي على النبي لعدم آية تشتمل عليها لم تكفي، لانها لا تسمى خطبة، تسمى قراءة القرآن. قول ثم الصلاة إلى آخره قد يستفاد من عطفه بالحرف المرتب ها هنا وفيما بعده دون الباقي وجوب الترتيب في الأركان الثلاثة التي هي الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والوصية بالتقوى، بخلاف الركنين الباقيين وهو قول ضعيف. الركنين الباقيين اللي هو قراءة آية والدعاء للمؤمنين والمؤمنات، وهو قول ضعيف، والأصح أن الترتيب سنة. يبقى الأصح أن الترتيب سنة عندنا، وعبارة الخطيب وسن ترتيب أركان الخطبتين بأن يبدأ بالحمد لله ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الوصية ثم القراءة ثم الدعاء كما جرى عليه السلف والخلف، وإنما لم يجب لحصول المقصود بدونه انتهت. ده كلام الخطيب الشربيني يعني، وإنما لم يجب الترتيب يعني لحصول المقصود من دون الترتيب، يعني ممكن أصلي على النبي وبعدين أحمد ربنا وبعدين أأمر بالتقوى وبعدين أجيب آية، وممكن عكس أبتدي بآية وأثناء أحمد ربنا وهكذا، لكن الأولى مراعاة الترتيب، الأولى مراعاة الترتيب. قوله ثم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتندب الصلاة على الآل والصحب مع الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم. وقد نقل عن القاموري أن خطبة أن خطبه صلى الله عليه وسلم المروية عنه ليس فيها صلاة عليه، لكن في شرح الرملي ما يقتضي خلافه، حيث قال في الاستدلال على تعين لفظ الحمد والصلاة للاتباع، ثم قال: وسئل الفقيه إسماعيل الحضرمي هل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي على نفسه؟ فقال: نعم، لكن هذا محتمل لأن يكون في غير الخطبة. قوله يعني محتمل أنه هو يكون الألفاظ اللي جات لنا في خطب النبي دي الألفاظ اللي هي بعد المقدمة، على أساس الراوي ما بيهتمش، على أساس المقدمة دي شيء معلوم، فما نقدرش نستدل بالخطب النبي صلى الله عليه وسلم وألفاظها المعدودة اللي جات لنا دي، قد يكون اختصار من الراوي أو من السامع. زي اما تيجي انت تسالني دلوقتي الخطيب قال لي في خطبه الجمعه، مش هقول لك قال الحمد لله ولا قال اشهد ان لا اله الا الله ولا قال اللهم صل على سيدنا، لان ده شيء معلوم بالضروره، لكن هقول لك ده النهارده اتكلم على الاسعار وغلاء الاسعار، اتكلم النهارده مثلا على الامانه والصدق، اتكلم النهارده على الاسراء والمعراج، وقال كذا وكذا وكذا، خدت بالك؟ يبقى ايه، ممكن يكون حتى خطب النبي اللي وردت دي يكون فيها نوع من الاختصار من الراوي، فلا بأس إننا نقول إن إيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أركان الخطبة. ولفظهما متعين، أي من حيث مادتهما وإن لم تكن مصدرا، يعني لفظ الصلاة على النبي ولفظ الحمد لله اللفظين دول متعين لازم، يعني ما ينفعش أقول السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، فين الصلاة؟ مش تقول لي الصلاة اللهم صل على سيدنا محمد، واخد بالك؟ أو
وأصلي وأسلم عليه. طب عليه الضمير ده يعود على من؟ انت لسه ما ذكرتش حاجة، لازم تقول لي بقى اسم. واضح؟ يعني الحاجات دي كلها لازم ايه ناخد بالنا منها. يعني يجيب اسم من اسماء النبي، مش شرط محمد، يقول احمد، يقول الحاشر، الماحي، الصادق، الوعد، الامين، يقول اي حاجة تدل على انه يقصد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولفظهما متعين اي من حيث مادتهما، وان لم تكن مصدرا فتشمل المشتقات، فيكفي في الحمد يقول انا حامد لله، انا حامد، حامد الله، انا حامد الله، يمشي. او يقول وحمدت الله، او يقول احمد الله اليكم واصلي على النبي، زي ما الشيخ البقوري كان يحب يقوله رحمه الله، كان يقول احمد الله اليكم واصلي واسلم على النبي محمد صلى الله، كان كتير يقول كده. تمشي كل ده، يمشي كل الالفاظ دي، تمشي. وحمدت الله، ويكفي في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أنا مصل، أو أصلي على رسول الله، أو نحو ذلك. ولفظ الجلالة متعين، يعني ما ينفعش يقول أنا حامد الرحمن، أنا حامد الرحيم، أنا حامد القهار، ما ينفعش، لازم الله، لأن لفظ الله فيه من الأسرار التي تجمع جميع الأسماء، فهو مقصود بذاته، بخلاف محمد صلى الله عليه وسلم الاسم مش مقصود بذاته، لأن أسماء النبي كثيرة، أي اسم تاني يأتي. ولفظ الجلالة متعين، ولا يتعين لفظ محمد، بل يكفي أحمد أو النبي أو الماحي أو الحاشر أو نحو ذلك، ولا يكفي الضمير وأصلي وأسلم عليه، أدي الضمير، ولا يكفي الضمير، وإن تقدم له مرجع كما صرح به في الأنوار خلافا لمن وهم فيه، وإنما تعين لفظ الجلالة دون لفظ محمد، لأن لفظ الجلالة له مزية على سائر أسمائه تعالى لاختصاصه به تعالى اختصاصا تاما، ولفهم جميع صفات الكمال عند ذكره كما نص عليه العلماء. ولا كذلك لفظ محمد أفاده الاسم، قوله ثم الوصية بالتقوى، قوله ثم الوصية بالتقوى، ظاهر أنه لابد من الجمع بين الحث على الطاعة. يعني ممكن مش شرط كلمة التقوى، ممكن تقول لهم اعبدوا ربكم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وصلوا فرضكم، وصوموا شهركم، وحجوا إلى البيت إن استطعتم إليه سبيلا، يعني أي لفظ يشمل معنى التقوى. خافوا الله، حلو أوي. ثم الوصية بالتقوى ظاهره أنه لابد من الجمع بين الحث على الطاعة والزجر عن المعصية، لأن التقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وليس كذلك بل يكفي أحدهما، على كلام ابن حجر. أصل التقوى تشمل الكف عن المعاصي وفعل الطاعات، فبيقول لك يعني لو أمرت بالطاعة دون النهي عن النواهي يكفي أحدهما، ولو نهيت عن النواهي ولم تأمر بالطاعة يكفي أحدهما عن الآخر، وهما الاثنين شقي التقوى. كويس؟ بل يكفي أحدهما على كلام ابن حجر. واعتمد الرملي لابد من الحث على الطاعة، ولا يكفي الاقتصار على الزجر عن المعصية، هكذا نقل عنه. الإمام الرملي قال لا، لابد برضو الحث على الطاعة، لو زجرت عن المعصية لابد برضو من الحث على الطاعة، ده كلام ايه الإمام الرملي. لكن كابن حجر، ابن حجر الهيثمي، مش ابن حجر العسقلاني، ابن حجر الهيثمي اللي لما في كتب الفقه يبقى ابن حجر الهيثمي، في كتب الحديث يبقى ابن حجر العسقلاني. واعتمد الرملي أنه لابد من الحث على الطاعة، ولا يكفي الاقتصار على الزجر عن المعصية، هكذا نقل عنه. لكن الشبرم الليثي حمل كلامه في شرحه على ما يقتضيه كلام ابن حجر، ولا يكفي مجرد التحذير من الدنيا وغرورها اتفاقا، وما يكفيش بقى ايه انك انت ما تأمرهمش بتقوى الله، ولا تأمرهم بالطاعة، ولا تزجرهم عن المعاصي، انك انت تكتفي فقط بانك انت تحذرهم من الدنيا وفتن الدنيا وتعتبر ان ده داخل في ده، لا ما يكفيش. ولا يتعين لفظها، يعني لفظ كلمة التقوى، يعني ممكن اي حاجة تحل محلها، اي من حيث المادة
فلا تتعين بل يكفي ما يقوم مقامها نحو أطيعوا الله وراقبوه، وإنما لم يتعين لفظها لأن الغرض منها الوعظ والحث على الطاعة وهو حاصل بغير لفظها. على الصحيح ومقابله، أما يقولك على الصحيح يبقى فيها وجهين أو أوجه، تمام؟ لما يقولك على الصحيح معناها فيها أوجه، يبقى مقابل للصحيح إيه؟ ضعيف، ومقابل للأصح صحيح، مش كده؟ أما يقولك على الصحيح يبقى المقابل للصحيح ضعيف والمقابل للأصح صحيح، كويس؟ قوله على الصحيح ومقابله اللي هو مقابل للصحيح بقى أنه يتعين لفظ الوصية قياسا على الحمد والصلاة، أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بطاعة الله، أوصيكم بإيه؟ بالبعد عن معاصي الله، وهكذا قياسا على الحمد والصلاة. وهذا الخلاف في لفظ الوصية. وأما لفظ التقوى فحكى بعضهم القطع بعدم تعينه كما في شرح الرملي وقراءة آية، ده رابع حاجة بقى، وقراءة آية أي مفهمة معنى مقصودا، لازم تكون آية تفهم معنى مقصود. ما جيش أقول لهم مثلا مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، أو أكتفي بمدهامتان واسكت، أو إذا السماء انشقت أقم الصلاة. طب ما تفهمني معنى برضو إذا السماء انشقت هيجري إيه؟ كمل بقى شوية عشان نعرف هيجري إيه؟ فهمتني؟ يبقى لازم إيه يقول حاجة تكون آية مفهمة، آية طويلة مفهمة أو حتى ولو قصيرة المهم تكون مفهمة. مفهمة معنى مقصودا كالوعد والوعيد والوعظ ونحو ذلك، لا كثم نظر. مش ثم نظر دي آية في سورة المدثر؟ أو ثم عبس وبصر، طب وبعدين؟ دي مش مفهمة معنى مقصود بذاته. وظاهره أنه لا يكفي بعض آية وإن طال، والمعتمد أنه يكفي كما بحث، المعتمد أنه يكفي بعض آية ولو طويلة طالما هتبقى مفهمة. افرض آية طويلة زي آية الدين فقلت أنا نصها ربعها، خلاص طالما معنى مفهم خلاص. والمعتمد أنه يكفي كما بحثه الإمام، يبقى الرافعي، أما يقول الإمام في كتب الشافعي يقصد الرافعي مش الشافعي، الإمام الرافعي. ويؤيد قول البويطي ويقرأ شيئا من القرآن، ويقرأ شيئا من القرآن، ويسن أن يقرأ سورة قاف كل جمعة، لخبر مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة قاف في كل جمعة على المنبر، ويكفي في أصل السنة قراءة بعضها. سورة قاف دي مهمة لأنها جميلة، أولا فيها التذكير بآيات الله والتذكير بالبعث والنشور والتذكير بما حدث في الأمم السابقة والتذكير بما يحدث للإنسان حال وفاته وبأنه مراقب من الله بواسطة الملائكة حال كلامه وحال حركته، وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ويعني فيها وعظ كثير، فيها وعظ كثير تشمل أمور كثيرة، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقرأها يوم الجمعة. وأما يقول لك يقرأ سورة قاف في كل جمعة، كل دي مش معناها يعني كل جمعة، يعني كأن الصحابي بيقول لك كتير قوي لدرجة تكاد تقول ده كل جمعة بيقرأ، تكاد تقول إن في كل جمعة بيقرأ، يعني كل هنا من ألفاظ العموم والمقصود بها التكثير يعني. ويكفي في أصل السنة قراءة بعضها ولو لم يحسن شيئا من القرآن، أتى ببدل الآية من ذكر. افرض اللي بيخطب ده لا يحسن القرآن، لا يحسن شيئا من القرآن، أظن كل الناس حافظ الفتحة، يقرأ الفتحة يا سيدي حلو، دعاء وسورة وحمد وفيها كل حاجة، يبقى فيها يعني ممكن، لكن نادر ان الواحد يظن ان في واحد هيخطب الجمعة حتى لا يعرف حتى قراءة الفاتحة، يعني صعبة دي، تصورها صعب شوية. كل المسلمين الحمد لله يحسنوا قراءة الفاتحة الا بعض القليل النادر اللي قابلته في حياتي، وجدت بعض الناس مش حافظين حتى الفاتحة وعنده 50 سنة و60 سنة، ما يجراش حاجة. سورة الإخلاص حلوة بقى. ويكفي في أصل السنة
قراءة بعضها ولو لم يكن يحسن شيئا من القرآن يعمل ايه في الحالة دي؟ أتى ببدل الآية من ذكر أو دعاء، يجي بذكر يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، بقى يبقى ماشي هو. يقول أي ذكر من الأذكار دي أو دعاء، فإن عجز وقف بقدرها. طب افرض عجز خالص، يقف كده شوية بقدر قراءة آية. كل الكلام ده برضو وارد لما قرينا قراءة الفاتحة في الصلاة، نفس الحكاية. والكلام بقدرها، والكلام حيث لم يوجد من يحسنها غيره. إذا وجد من الكلام ده كله، إذا كان مش موجود في القوم واحد غيره، لكن لو في واحد غيره بيحسن خلاص يطلع بقى يخطب. في إحداهما ينفع، فتكفي في الأولى أو في الثانية، اللي هي قراءة آية يعني. مش شرط يقرأ آية في الخطبة الأولى وآية في الخطبة الثانية يعني. لكن لازم الثلاثة الأول، الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والأمر بالتقوى، يبقى في الخطبتين، يتكرروا في الخطبتين. لكن قراءة آية يكفي في أي إيه؟ في أي خطبة، الأولى أو الثانية، المهم إيه؟ تشملهم. فتكفي في الأولى أو في الثانية، والأولى أولى لتكون الآية في الأولى مقابلة للدعاء في الثانية. كويس؟ يبقى كأنه عمل أربع أركان يعني في الإيه؟ في الركن، في الخطبة الأولى، وأربعة في الخطبة الثانية. فهمتني؟ يبقى كده مقسمها حلو. لتكون في مقابلة الدعاء للمؤمنين والمؤمنات في الثانية، فيحصل التعادل بينهما، فإنه حينئذ يكون في كل منهما أربعة أركان. الأخير والدعاء للمؤمنين والمؤمنات. هذا هو الأكمل لما فيه من التعميم، وإلا فلو خص الحاضرين كقول الحاضرين رحمكم الله كفى، بل يكفي تخصيص 40 منهم، بخلاف ما لو خص دون 40 أو غير الحاضرين، ولو لم يذكر المؤمنات دخلنا تغليبا. يعني اللهم اغفر ل30 منا، ما ينفعش، لازم يشمل على الأقل الحاضرين بقى، ها؟ مش كده برضه؟ عشان اللي جم بعد ال30 دول جايين متأخرين وعملوا لنا، ما ينفعش كده. يبقى ده خطيب ده ايه؟ ما ينفعش، لا يصلح. ويتعين كونه باخراوي. ايوه، ما احنا قلنا قبل كده عند الشافعيه لازم يبدا الخطبه وقدامه 40، الشافعيه رايهم، لكن الامر فيه ساعه، العدد ده فيه ساعه. احنا الشافعيه اصلهم بيخطبوا ويصلوا، بيصلوا ظهر ويريحوا نفسهم، ما تقلقش يعني. فلا يكفي الدنيوي ويتعين الدعاء يبقى اخروي مش دنيوي بس، يعني يقول اللهم يسر امور الدنيا على المؤمنين والمؤمنات، اللهم ارخص الاسعار، اللهم اكسي المسلمين واطعم المسلمين واشفي مرضى المسلمين. طب وفين الاخره يا عمي؟ هتفضل قاعد تقدم؟ طب وبعدين؟ وبعد كده هيجرى لهم ايه؟ يقول لك يبقى حلها حلال بقى، احيني النهارده وموتني، ما ينفعش كده. يبقى لازم برضه ايه؟ يشمل الدعاء على اخروي ايضا. ويتعين كونه باخروي فلا يكفي الدنيوي، ولو مع عدم حفظ الاخرين ولو مع عدم حفظ انا عندي خطا، ولو مع عدم حفظ الاخروي كذا قال بعضهم. لكن القياس كما قال الاطفيحي، في بلد اسمها اطفيح دي جنب العياط تبع محافظة الجيزة، عارفها أطفيح؟ أو كان طالع منها شيخ كبير اسمه الشيخ الأطفيح، منسوب لبلدي، من علماء الشافعية الكبار. كما قال الأطفيحي أنه يكفي الدنيوي عند العجز عن الأخروي كذا قال بعض، لكن القياس كما قال الأطفيحي أنه يكفي الدنيوي عند العجز عن الأخروي، ولا يسن الدعاء للسلطان بعينه كما في شرح المنهج، بل مقتضى نص الشافعي كراهته لقوله ولا يدعو في الخطبة لأحد بعينه، فإن فعل ذلك كرهته. يعني الإمام الشافعي يكره أنك تحدد أسماء، يعني تقول اللهم انصر خادم الحرمين الشريفين، بيعملوها، بيكروها عند الشافعي.
إنما اللهم انصر أولياء أمور المسلمين، اللهم وحد كلمتهم، اللهم قوي جمعهم، اللهم انصرهم على من عادهم. ماشي، ما تقولش بقى أسماء معينة. ده كلام الإمام الشافعي، كرهته يعني كرهه. لكن بعض، لكن الفقه أواسع. افرض قال ما يجرش حاجة، الخطبة صحيحة ما يجرش حاجة. افرض اللهم انصر رئيس جمهوريتنا محمد حسني مبارك، ما يجرش حاجة، ما هو لما نصره نصره نصرنا. لكن مكروه عند الشافعي يعني، لأن فيها نوع من التملق اللي المفروض يبقى العلماء بعيدة عنه شوية بقدر الإمكان. وإن كان الإمام سيدنا عبد الله بن عباس كان يقول إيه، لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها لولي أمر المسلمين حيث ينتفع بها جميع المسلمين. ده برضو فقه عالي، لأن لما ربنا يصلح حال الحاكم ما هيصلح حال المحكومين، فده برضو فقه كويس. يعني العبرة بأننا نفهم الفقه المنضبط نعمله، وفي نفس الوقت نعذر غيرنا اللي يقولوا أنا نلتمس لهم الأعذار، وما نقولش بقى ده خطيب سلطة، ده مش لا ليه، مين قال لك انه خطيب؟ انت دخلت في قلبه؟ ما يمكن يقصد يا اخي ان صلاح امر المسلمين لا يتم الا بصلاح امر حاكمهم، ما يجراش حاجه، ما دي نيته. ولا هو انت قصدك يعني ان هو عايز يبقى يعني رئيس اللجنه الدينيه في مجلس الشعب والشورى علشان كده وبيتملق الحاكم؟ طب ايه اللي دخل في قلبك؟ انت دخلت طلعت على قلبه؟ يبقى لا يصح انك انت تعيب في بعض العلماء اللي هم بيدعوا للحكام بنص أسمائهم، وإن كان هذا مكروه عندنا لا بأس، ما يجرش حاجة. والمختار كما في المجموع أنه لا بأس به، أهو يبقى في مجموع الإمام النووي لا بأس به. فقول المحشي تبعا للقليوبي ويسن الدعاء للسلطان بعينه ضعيف، ولا يجوز وصفه بالصفات الكاذبة المشتملة على المجازفة إلا لضرورة كما قاله ابن عبد السلام. يعني يقول مثلا اللهم انصر حاكم المسلمين الذي يحكمنا العادل البر الامين، وهو ما فيهوش هذه الصفات، هتكذب بقى جوه الخطبه يعني؟ ده وقته ما فيش مانع، الا اذا كان الحاكم ده بيوقف سميعه في كل مسجد، اللي ما يقولش كده يقبض عليه، يبقى هنا ضروره يدعي بقى ويقول اللي هو يقوله بقى، خليه يروح بيته. فهمتني؟ ايوه. القرينه الموجوده حاليا اللي بيخطب وبيتكلم مع الصغار هما فعلا مؤمنات، يعني انا شفت واحد كبير هتكلم عليه بيقول اشهد الله انك يا رئيس الجمهوريه تحكم بما انزل الله. معلش يعني. ايوه. القرينه بتقول ان في تفضل. ايوه. برضو الخطبة صحيحة ما يجراش حاجة، لكن ما يلقش بيه، ما يلقش بيه وهو عالم كده يعمل كده، فانت بالك دي من دي أدب بقى ليه؟ ده حتى الحاكم نفسه يمكن يتضايق منه، يبقى في تملق زائد، ولا هم بيحبوها؟ خلاص. وكما قاله ابن عبد السلام ويصن الدعاء لأئمة المسلمين وولاة الأمور بالصلاح والإعانة بالحق والقيام بالعدل ونحو ذلك. يبقى ما يخليها عامة كده حلوة جميلة. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين، ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، وفقنا ووفقهم لما تحب وترضاه، واجعل بطانتهم بطانة خير وابعد عنهم بطانة السوء. كلام حلو كله جميل، يدخل تحتي كل اللي انت عايز تقول. يعني عندنا الحمد لله ديننا واسع يشمل كل حاجة، وتقوله بطريقة لطيفة جميلة لا يساء بك الظن، ولا تدخل في مشاكل كثيرة لا فقهية ولا دنيوية حتى. قول ويشترط جملة شروط الخطبتين 12 شرطا. هو عايز بقى ايه يوسع لك شوية يعني يعلمك. الاسماع والسماع والموالاة. الاسماع والسماع. الاسماع انه يسمع الناس، مش واقف كده من غير ميكروفون. الحمد لله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. الناس قاعده بتعمل كده، ما ينفعش، ما ينفعش كده يا عم الشيخ ارحمنا. ها؟ يبقى لازم ايه؟ يسمع الناس، يرفع صوته. صوته تعبان عيان يقرب الميكروفون. يقرب الميكروفون، يجيب معاه مبلغ يوقفه جنبيه يقول هو الكلمه بالراحه، وده يروح مبلغه، يمشي، كل ده يمشي. يعني الحمد لله الأمور سهلة.
والوقت الميكروفون طبعا الصور دي مش موجوده، يعني الحمد لله كل خطباء الجمعه الوقت ساعات حتى نقول له ارجوك وطي صوتك شويه، يعني ساعات من كتر ما الصوت بيعلوه نبقى عايزين يوطيه شويه، لكن ما فيش حد بيخطب في سره يعني. والسماع ده جاي منين؟ السماع جاي من الحاضرين بقى، يبقى اللي قاعدين برضو كمان ايه، مش كل واحد مشغول بالسبحه بتاعته او فاتح المصحف يقرا والراجل قاعد بيكلم مين يعني؟ هيكلم الاعمده؟ يعني ما ينفعش، يبقى لازم السماع من الحاضرين والاسماع من الخطيب. والموالاه، مش يقول الحمد لله وينزل على المنبر يستريح شويه ويتكلم في الموبايل وبعدين يطلع، ما ينفعش كده، ما ينفع، حتى يا اخي هيتخانقوا معايا يا اخي. يبقى كله ورا بعض. افرض شارق مثلا شرقه طويله شويه وجابوا له ميه ويجي يتكلم تاني يشرق وطال الفصل، يرجع يقولهم تاني، يرجع يقولهم تاني، خدت بالك؟ لو طال الفصل غصب عنه يعني حصل له زي في الفتح. والموالاه وستر العوره، طبعا يبقى واقف ستر عورته، واخد بالك؟ مش لابس بنطلون مثلا مقطوع على فخده مبين حته من فخده، ما ينفعش، او يكون لابس تيشيرت قصير كده مبين سريته زي بعض الايه الموضه دلوقتي طالعه كده، ما ينفعش. يبقى خطيب ايه ده بقى؟ هيقول للناس بدل استقيموا وارحمكم الله، يقول لهم اوكي جاهزين، وبتبع الحكايه مش هتبقى ماشي. يبقى مش هتمشي، يبقى لازم يكون ساتر عورته، لابس محترم، واخد بالك ازاي؟ يبقى كده غير منتقد يعني في مظهره، غير منتقد، مش واقف لهم بالسلسله ومش عارف عامل ايه ولابس، ما ينفعش كده. وان كان لبسها جائز لكنه لا يليق، لانه عرفا ده لبس الناس اللي الصعاليق والسوقيه، وانت راجل هتقف على المنبر ما تعملش الحاجات التي لا تليق دي، خدت بالك؟ الحاجات دي كلها مهمه. وطهاره الحدث، ويبقى برضو طاهر الحدث يعني يكون متوضئ ويكون من الحدث ومن الخبث ومن الجنابه، طبعا من باب اولى. والخبث ما يكونش برضو عليه اثار نجاسات على ثوبه ولا على بدنه، ويكون كمان ما فيش قاذورات في ثوبه كمان، حتى وان كان لو كان في بعض الايه التراب، بعض افرض هو جاي الجامع عربيه عدت على الطين رشت على جلابيته فوقف والجلابيه ما يرجرش حاجه لانه طين الشارع معفو عنه، ونلتمس له العذر، واخد بالك؟ ممكن يبقى جاي لنا نضيف صحيح بس الشارع حد رش فما يجراش حاجه، المهم ما يبقاش عليه نجاسات. وكونهما بالعربيه، يبقى الخطبه تبقى باللغه العربيه، دي مشروط. كان حضرت انا في باكستان كم خطبه جمعه كده، هناك عندهم نظام لان الناس ما يعرفوش عربي، معظم الناس الباكستانيين والبلاد اللي زي ماليزيا وزي اندونيسيا معظم الناس ما يعرفوش عربي الا العلماء منهم بس، فبيعملوا ايه؟ يجمعوا الناس قبل صلاه الجمعه، قبل صلاه الجمعه المسجد ممتلئ وقاعد الشيخ اللي هو منهم برضه يكلمهم بلغتهم، يقول لهم مثلا درس واثنين وهو قاعد، يجي وقت بقى الاذان ياذنه يروح واقف يرطن الخطبه باللغه العربيه وحافظها كده اكلاشيه، حافظه كل جمعه يقوله، وهم قاعدين يسمعوها تعبدا مش فاهمين ولا حاجه، لكن اول ما يلاقوا ايه قال رسول الله يقولوا كلهم صلى الله عليه وسلم، يقول قال الله تعالى سبحان الله، يعني هم بس مجمعين الحتت دي، خدت بالك؟ انا شفت حاجه ثانيه في ايوه ايوه وهو الخطيب ايوه يجوز بس على يعني الاولى ان هو يلخص خطبته الاول بالانجليزي او باللغه بتاعه البلد، يا اما بعد الصلاه خالص يا قبل الصلاه خالص، وبعدين يجي في الخطبه الاولى فقها ان يقولها بالعربيه ورا بعضها عشان الموالاه، عشان تبقى في موالاه حتى لا يكون هناك قاطع ايه عن موالاه الالفاظ بعضها وراء بعض، خدت بالك؟ هيقطع الموالاة وخطبته صحيحة، يبقى ترك ركنا عند الشافعية وهو سنة عند غيره، كويس؟ تبقى صلاته صحيحة، لكن الأولى خروجا من الخلاف يعمل كده. أنا شفت الباكستانيين بقى عندهم فقه أحسن من كده، الباكستانيين يقول لك الأول الدرس بتاعه باللغة بتاعتهم ورا بعض، ويجي يقف بقى في الخطبة يقولها كلها بالعربي ورا بعض، ويروح نازل مصليين، وبعد الصلاة عايزين يقعدوا تاني يقعدوا، عايزين يمشوا يمشوا،
كان عادتهم كده، فهي عادة صحيحة يعني. أيوة ما يجراش حاجة. لا خطبة الجمعة انعقدت بالعربي بس والباقي كله شرح لها. لو ما لهاش بالعربي يبقى عندنا لا ما تبقاش خطبة الجمعة، يصلوا ظهر بقى بقى درس. وكونهما بالعربية وكون الخطيب ذكرا، ولازم كمان الخطيب يبقى ذكر، مش زي ما صوروا واحدة ست في أمريكا صلت الجمعة وخطبت الناس وهي ست، ما ينفعش، يبقى الذكورة هنا شرط في خطبة الجمعة. والقيام فيهما لقادر عليه، وبرضو القيام مع القدرة، احنا قلنا طبعا لو عاجز عن القيام له أن يخطب وهو جالس. والجلوس بينهما، والجلوس بينهما وتقديمهما على الصلاة، كل دي حاجات لازم ياخد باله منها، يخطئ الخطبتين قبل الصلاة بخلاف صلاة العيد والكسوف والخسوف والاستسقاء وكده. ووقوعهما في وقت الظهر، كل دي شروط ان الخطبتين دول والصلاة كلها يقعوا في وقت الظهر يعني قبل ما العصر يبدأ. وفي خطة أبنية قرية يعني مستقرة، تبقى في ايه؟ في تخطيط المدينة يعني، في تخطيط المدينة. ما ينفعش اصليها على الطريق الصحراوي خارج نطاق المدينة حيث لا يوجد مدينة اصلا مستقرة. كويس؟ زي طريق السويس مثلا الصحراوي ده تلاقيه في كذا كيلو، عشرات الكيلومترات غير معمورة. فما ينفعش اعمل لنا مسجد في وسط الصحراء دي واخطب الجمعة فيه، نصلي ظهر اه. لكن الجمعة لازم تكون في خطة أبنية القرية، تاخد تخطيط ايه؟ القرية اللي فيها الاستقرار، لان احنا قايلين ان دار الاستيطان مطلوبة لخطبة الجمعة. يبقى عندنا احنا قلنا الوقت تقريبا ايه نعتبرها بمحطات الرسوم على الطرق الصحراوية. يبقى ما كان قبل محطة الرسوم فهو في خطة ايه؟ المدينة. ما بعد محطة الرسوم ان كانت قرى متجاورة متلاصقة لا بأس، ما يجراش حاجة. في بعض محطات الرسوم تلاقيها بعدها قرى متلاصقة ما يدور. لكن لما تروح طريق العين السخنة ولا طريق السويس، بعض الطرق في مصر معلومة، تلاقي محطة الرسوم وبعدها ما فيش حاجة. يبقى ما فيش داعي بأن أنا أروح أصلي الجمعة في الجامع اللي بعد محطة الرسوم، لكن أصلي الجمعة في الجامع اللي قبل محطة الرسوم أو بمحاذاة محطة الرسوم. هي دي معناها وفي خطة أبنية. وغالب هذه الشروط يعلم من المتن والشرح، ولا يشترط في سائر الخطب إلا الإسماع والسماع. الخطب الثانية غير الجمعة بقى ما يشترطش فيها إلا الإسماع والسماع، وكون الخطيب ذكرا وكون الخطبة عربية، ومحل اشتراط العربية إن كان في القوم عربي، وإلا طب افرض بقى ما فيش عربي خالص فيهم، وإلا كفى كونها بالعجمية إلا في الآية فلا بد فيها من العربية. لو ما كانش فيه ولا واحد فيهم يجيد عربي، وإحنا عندنا العربية على فكرة مش بالجنسية، العربية باللسان، كل من يتكلم بالعربية اسمه عربي. يبقى لو واحد في ماليزيا في اندونيسيا بيعرف العربية يبقى لا يجوز ان هو يخطب باللغة البلد، يخطب بالعربي لانه صار عربيا. العربية اللسان، الرسول قال كده صلى الله عليه وسلم، العربية اللسان مش جنس. ومحل اشتراط العربية ان كان في القوم عربي، يعني يتكلم العربية، ادي معنى عربية مش جنسية، لغة. وإلا كفى كونها بالعجمية إلا في الآية فلا بد فيها من العربية، ويجب أن يتعلم واحد من القوم العربية، فإن لم يتعلم واحد منهم عصوا كلهم. افرض دولة كاملة ما طلعتش ولادها يتعلموا اللغة العربية ودولة إسلامية، يبقى كل الدولة عصية. لازم تطلع من أبنائها ناس حافظين القرآن عارفين اللغة العربية عشان يقيموا شعائر الدين، ده شيء مطلوب. ولا تصح جمعتهم مع القدرة على التعلم. قوله أن يسمع الخطيب، ويشترط أن يسمع الخطيب أركان الخطبة لأربعين تنعقد بيوم الجمعة، أي بالفعل بأن يرفع صوته بحيث يسمعون لو أصغوا إليه، وإن لم يسمعوا بالفعل لعارض لغط، لأن المقصود وعظهم وهو لا يحصل إلا بذلك برفع الصوت. فعلم أنه يشترط إسماع الخطيب بالفعل والمراد به رفع صوته، ويشترط أيضا إسماعهم ولو بالقوة، فلا يكفي الإصرار ولا حضورهم بلا سماع لصمم أو بعد. وفي النوم خلاف،
فمقتضى كلام الشبرمليسي أنه كالصمم، وجعله القليوبي كاللغط، وتبعه المحشي وضعفوه، فالمعتمد أنه يضر كالصمم. نعم لا يضر صمم الخطيب على المعتمد، لأنه يعلم ما يقول وإن لم يسمعه. يسمع 40 أركان الخطبة، مقتضى أنه لا يضر الإصرار بغير الأركان. وينبغي كما قاله الشبرمليسي أن محله إذا لم يطل الفصل به، وإلا كان كالسكوت الذي يطول به الفصل فيضر. 40 لـ40 تنعقد بهم الجمعة، أي ولو بالخطيب، لكن قد علمت أنه لو لم يسمع الخطيب لصمم لم يضر، لو لم يسمع الخطيب لصمم لم يضر على المعتمد. ولذلك قال بعضهم أن يسمع 39 من أهل الكمال، لأن الأصح أن الإمام من 40. تنعقد بهم الجمعة فلا عبرة بسماع من لا تنعقد بهم الجمعة، كالنساء والصبيان والأطفال والمسافرين الحاضرين، واخد بالك، كل دول لا تنعقد بهم الجمعة وإن كانت تصح منهم. ويشترط الموالاة، والأوجه ضبطها بالعرف. الموالاة ضبطها بالعرف، يعني افرض مثلا إنه هو الراجل كح شوية، طلع المنديل ونف وعمل، احنا في العرف ما بنعتبرش ان ده فاصل، يعني العبرة بالعرف وربطها الرافعي بما في جمع الصلاتين، ولا يقطع الموالاة لوعظ وان طال، وكذا قراءة وان طالت حيث تضمنت وعظا، لما خلافا لمن اطلق القطع بها، فانه غفل عن كونه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في خطبته قاف كما تقدم. الموالاة بين كلمات الخطبة وبين الخطبتين، أي وبينهما وبين الصلاة، ولو ذكر الشارح ذلك أيضا لكان أولى، لأن المعتبر الموالاة في المواضع الثلاثة بين كلمات الخطبتين وبين الخطبتين وبين الصلاة، يبقى كله وراء بعض. خلافا لما يوهمه كلام الشارح من الاقتصار على موضعين، فلو فرق تفريع على المفهوم، وقول بين كلماتها وكذا بين الخطبتين وكذا أيضا بينهما وبين الصلاة كما علمته مما مر، ولو بعذر أي كنوم وإغماء، فلو فرق بين كلماتها ولو بعذر بطلت. ويشترط فيها ستر العورة، نقف عليها دي إن شاء الله عشان أنا مضطر أنصرف وحصلي العشاء في مكان آخر لأن في ميعاد، إن شاء الله نكمله يوم السبت القادم بإذن الله، اللي هي موضوع ستر عورة الخطيب والحاضرين طبعا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون، وجزاكم الله خيرا.